بسم الله الرحمن الرحيم. دار الأدب العربي من مصر المشاركة الثانية لنا في معرض سلمانات دب الكتاب. إن شاء الله نتمنى تكون مشاركة زي المشاركة الأولانية بإذن الله. ودار النشر الأدب العربي مشاركة ببعض العيون المختلفة عن كل سنة إن شاء الله. متخصصين في كتب في اللغة العربية وروايات أدب إسلامي وروايات عالمية ومؤلفات الدكتور نجيب الكيلاني ومؤلفات في أدب مترجم وأدب عالمي.